بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 110. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الإجارة على ضوء الفقه الإسلامي، إذ كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة أول هذه الأحكام، وسنحاول في هذه الحلقة إن شاء الله إلقاء الضوء على ما تبقى منها حسب مقدرتنا وما تقتضي الحاجة تناوله. فمن أحكام الإجارة بيان ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر. فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، وكعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع. وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بسبب استعماله للعين المؤجرة، كإزالة الزبل والقمامة وتنقية المجاري، لأن ذلك حصل بفعله فكان عليه إزالته. والإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ حينئذ. ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. وإذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع لكن المؤجر تركه كل المدة أو بعضها فعليه جميع الأجرة، لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع. وينفسخ عقد الإجارة بأمور: أولاً، إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجر دابة فماتت، أو استأجر داراً فانهدمت، أو اكترى أرضاً لزرع فانقطع ماؤها. وتنفسخ الإجارة أيضاً بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيباً ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقود عليه حينئذ. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض وعجز عن العمل، أقيم مقامه من ماله من يعمل ذلك العمل نيابة عنه، إلا إذ اشترط مباشرة العمل بنفسه، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غير المؤجر. لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. والأجير على قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ولا يشاركه فيها أحد. والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل لا بالمدة، ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد كالغسال والخياط والصباغ. فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها، لأنه نائب عن المالك فلم يضمن كالوكيل. وإن تعدى أو فرط ضمن ما تلف بسبب ذلك، بسبب تعديه أو تفريطه. أما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله، لأنه لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولكنه لا يملك المطالبة بها
إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته أو استيفاء المنفعة أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض هذا. ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضاً مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها، وأن لا يفوت شيئاً منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه. ويجب على المستأجر إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وغيره. فعلى الأجير أمانة في ذمته يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه. وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر وحق واجب عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.